شباب التغيير عقد من النضال وخطوة للمستقبل، عنوان مؤتمر عقد في مدينة اسطنبول للحديث عن ثورات الربيع العربي ومساراتها ومآلاتها. الغالبية العظمى من الثورات لا تحقق أهدافها من الجولة الأولى، عادة بيحصل نوع من الإعادة مرة أخرى، يعني تنقلب عليها الثورة المضادة ثم تعيد ترتيب أوراقها كما نصنع الآن. المرحلة الجديدة من عمر الثورات تحتاج إلى قراءة مرحلتها الأولى وتعقب مواطن الخلل والقوة للاستفادة منها مستقبلاً. لا يمكن أن تتعدل هذه الأمور إلا حين ننتج ونؤرخ ونوثق لثوراتنا أيضاً، ولذلك مسائل توثيق الثورة رغم كل ما يحيط بها من صعوبات مفهومة إلا إنها من أولى الأولويات ومن أهم الضروريات لكي تتحسن ذاكرة الأمة في تصورها للثورة وتصورها لنفسها. العراق كان جزءا من الربيع العربي رغم محاولات تحييد واقعه عن التفاعل العربي الثوري. العراق دخل ثورات الربيع العربي في موجتها الثانية في عام 2012 في 25 شباط، كانت هناك ثورة في 14 محافظة عراقية ثم قمعت بالحديد والنار، ولكن لم يسمع عنها بسبب انشغال العالم بالثورات في البلدان الأخرى. ثم عادت هذه الثورة في عام 2013 واستمرت لمدة سنة كاملة في انتفاضة المحافظات الست، ثم ثورات بعد وانتفاضات في محافظات مختلفة، وأخيرا قبل سنتين انتفاضة تشرين التي تعبر عن فكر ثوري عربي. الربيع العربي هو مشروع أخلاقي يهدف إلى استرداد ملكية الدولة وإعادتها للشعوب. نحن نملك مشروع أخلاقي، والمشروع الأخلاقي لا يتوقف. الثورة هي في حقيقتها مشروع أخلاقي، ونحن أردنا استعادة ملكية الدولة من الطغاة لنعيدها إلى ملكها الحقيقي وهو الشعب. في هذا المؤتمر أجمع المشاركون على أنه لا يوجد نصف ثورة ومسارها حتمي الاستمرار. هذه الشعوب قد وعت على نفسها.